السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاف في مقتبل العمر إثر فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاف في مقتبل العمر إثر تعرضه لإعتداء بأداة حد من طرف شخصين ولادوا بالفرار على متن دراجة نارية كمال كرطيط حاس حارس مرمى رشاد الفاسي الخلوق حسب شهادة خالته التي قالت أنه كان شابا بارا وطيبا. توفي الشاب في مكان الحادثة الأليمة في سوق طريق عين السقف بالمغرب.